أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. يرزح عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون منذ سنين طويلة بعد أن انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بتهم كيدية عن طريق المخبر السري، والذي اعتمد خلال فترة الحكومات السابقة لا سيما حكومة نور المالكي التي استمرت لولايتين والتي كانت تنفذ حملات اعتقال يومية تطال المئات في محافظات شمال وغرب ووسط العراق، كما استخدمت تهمة الإرهاب بدوافع سياسية وأخرى طائفية ويتظاهر ذو هؤلاء المعتقلين بين الحين والآخر للمطالبة بإقرار قانون العفو العام الذي تحاول أطراف سياسية عدم تمريره أو محاولة تمريره منقوصا لكي لا يشمل قضايا ما يعرف بالإرهاب التي يتهم أصحابها وفقا للمادة الرابعة من قانونه سيئة الصيت. وقد شهدت العاصمة بغداد تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير للمطالبة بإقرار قانون العفو العام. دعونا نشاهد جانبا من الهتافات التي جرى ترديدها من قبلهم في المقطع التالي الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. وكانت مصادر صحفية قد أكدت تسجيل 24 وفاة بين المعتقلين المحكومين بالإعدام في سجن الناصرية في محافظة ذي قار في غضون الأشهر الستة الماضية. وأوضحت المصادر أن السلطات الحكومية تورطت بتصفية هذا العدد في المدة بين منتصف تشرين الثاني 2022 إلى مطلع آيار الجاري من العام 2023، وبأن جميع الضحايا كانوا قد اعتقلوا منذ سنوات بناء على تهمة الإرهاب التي توظفها السلطات طائفيا كما تقول هذه المصادر. في غضون ذلك أكدت نسوة مشاركات في تظاهرة ساحل التحرير ببغداد المطالبة بإقرار العفو العام وبأن أبناءهن قد تعرضوا للتعذيب وبأنه تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة فضلا عن مساومتهم وابتزازهم بدفع أموال مقابل الإفراج عنهم. طالبت أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين بالنظر لواقع السجون المأساوي في ظل ارتفاع معدلات الوفيات بسبب التعذيب. دعونا نشاهد قبل استعراض التعليقات حول هذا الموضوع. طلع المقومين والأبرياء وسووا تحقيق من جديد عادة المحكمة، لأن تدري أكو بالمطار تعذيب وأكو اعترافات بالقوة، وابني بصم على اعترافات هو ما قايلها والله شاهد ورسوله، ظلمه من السما لقاه، وهاي يا أما القاضي مرتشي أو يخاف هو ما يحكم بالعدل. والدليل السجون امتلأ الظلم قال يمه حطوا علي رمانه، قلت له يمه مالك، قال يمه من الدقاق والتعذيب موتوني،
الطريقه منا هاي مشروعه. وابن عده بلاتين كان يحارب بطلوعيه، بلاتين عده بلاتين تحكمه 23 سنه، هسه المجرم ما تحكمه هيك، ليش حكمونا هذا الحكم؟ ولدنا ماتت، ولدنا شبعت ضيم، ولدنا شبعت جوع، الغلل عندهم، كل شيء مظلومين، نريد ان ولدنا يطلعون. وحول هذه التظاهرة تفاعل عراقيون كثر على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من علق وقال كحارث يقول والله لو تنطون عفو ألا الأمور كلها تتغير، بس الحكومة ما عندها أي فهم بمصلحة البلد. حمود يقول نطالب بقانون العفو العام عن جميع المعتقلين الأبرياء المظلومين في السجون. علي عدنان قال نطلب بقانون العفو العام، يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يا رب العرش العظيم الفرج الفرج. فلاح محمد يقول نطالب بالعفو العام عن الأبرياء ومن لديهم تنازل بالحق الشخصي والمغيبين والمخطوفين، يقول مطلب كل الشرفاء وهو مطلب جماهيري وإنساني وأخلاقي. إذن مطالبات مستمرة بإقرار قانون العفو العام في العراق عن المعتقلين الأبرياء، وخاصة الذين تم اعتقالهم وشاية المخبر السري. في ملف آخر، يعاني نحو مليون عراقي مصاب بالفشل الكلوي من نقص العلاجات اللازمة ومن تهالك النظام الصحي، فضلا عن انتظار المرضى لأيام من أجل العلاج لعدم توفر أسرة في المستشفيات مقارنة بأعداد المرضى، ونقص في الكوادر الطبية في رحلة علاج متعثرة بين المستشفيات والمراكز الحكومية. وقد حمل ناشطون عراقيون الحكومة مسؤولية التسبب بتفشي هذا المرض إثر توزيعها مياها غير صالحة للشرب خاصة في المحافظات الجنوبية كما قالوا، وفضلا عن تجاهلها للمعدلات المرتفعة للإصابة بهذا المرض دون أن تحرك الجهات المختصة لتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط حول مرض وارتفاع نسب مرض الفشل الكلوي في العراق. وزير صحة أكو بالعراق، لو الوزارة ظل فارغة بدون وزير. عمي رسالة لوزير الصحة، إذا كان موجود أو عدل أو موجود بالعراق لو مسافر، أنت تدري اللي جاي يصير بالعراق، تدري اللي جاي يصير بالشعب الجنوبي من عمي أمراض عجز كلوي بالجملة، بسبب الماي، بسبب الماي اللي جاي يجينا من الرسالة يجي بالبوري اللي وصل نستخدمه، عمي كارثة جاي يصير عجز كلوي غزة الجنوب. زين أنت وزير حتى من تنصاب عندك فلوس تروح تعالج روحك؟ هاي ناس مواطنين ما عندها، ناس مساكين اللي جاي ينصاب ما عنده دينار يعالج نفسه، الموت صار بالجملة، شنو السبب؟ ليش ساكت؟ وقد نظم المئات من المتظاهرين وقفة أمام دائرة صحة ذي قار في الناصرية للمطالبة بتوفير العلاجات لمرضى العجز الكلوي في ظل تفاقم معاناتهم وإهمال السلطات لهم كما قالوا. وقد حمل عدد من المشاركين الحكومة مسؤولية سلامة أرواح المرضى وتبعات إهمالهم التي قد تصل إلى وفاتهم بسبب خطورة المرض. فلنشاهد هذه الصور من الناصرية. الحقيقة الوضع بالمحافظة، الوضع الصحي، وضع المستشفيات وضع تعبان جدا. المجتمع ما عاد القدرة بإني أعالج داخل المستشفيات الأهلية، لأن صارت شبه الفرض علينا. المستشفيات الحكومية ما بها الوسائل اللي يحتاجها المريض لعلاجه، فيضطر المريض يروح للمستشفيات الأهلية. أكثر من 1000 حالة عجز كلوي وغير الحالات من التلف كلوي والأمراض الأخرى، والحكومة ساكتة، يعني لا حس ولا نفس. زين هو ساكن بالحواسب، ما عنده ياكل ويطق عجز كلوي، والعملية أكثر من 70 مليون دينار، وين يروح هذا؟ واكو أموال مخصصة لعجز كلوي 5 مليار كل سنة من 2016 لحد الآن، وين هاي الأموال؟ وين راحت؟
دعونا نتابع بعض التعليقات حول هذا الموضوع عن النظام الصحي في العراق بشكل عام وعن مرضى الفشل الكلوي بشكل خاص. أبو مهند الحسناوي يقول: والله المفراز بمستشفى القلب في ذي قار من رمضان توني يلا استلمت النتيجة، ومن تراجع ما تلقى من الموظفين أي احترام. أبو أحمد العقيلي يقول: واقع الصحة في ذي قار يرثى لها، كلها عيادات وأهلي. يقول الحكومة انتهى بالناصرية. رعد عبد الكريم يقول: العلاج، بأن العلاج للمرض هو من الأمور التي تكسر ظهورنا، لأن العيادات الخاصة والمستشفيات هي وحدها التي يتوفر فيها جزء كبير من العلاج. أبو حسن علي الطائي يقول: دائرة الصحة في ذي قار عبارة عن مؤسسة شكلية، مجرد دوائر وموظفين، أما المريض من يوصلهم روح اشتري من برا، ما عندنا علاج، وذلك بسبب جشع الأطباء يقول وأصحاب المستشفيات الأهلية، والوضع المزري والمتعب، والأمراض تستفحل بالناس والصحة في نزول. معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد، أرحب بك معنا أبو عمر. تناولنا في الملف الأول مقاطع من ساحة التحرير في العاصمة بغداد لمجموعة من النسوة يطالبنا بإقرار قانون العفو العام والإفراج عن ذويهم المعتقلين في السجون، وهذا الملف كان مخصص عن مرضى الفشل الكلوي في العراق وما يعانونه وما يعانيه المريض العراقي في المستشفيات الحكومية. مرحبا بك، تفضل. تحياتي لك أستاذ عمر المحترم، وتحياتي قناتك، وتحياتي السادة المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عمر. إحنا نعرف أنه بزمن المالكي اللي استلم ولايتين، اللي هو يعني نقدر نقول أجى الأمر من إيران، وخلى يعني الشعب العراقي أمام هاي سلطة الأحزاب وسلطة ميليشيات الحشد بأنه يضعفون أبنائنا وأهلنا الناسنا بالعراق، خاصة المناطق المنقبضة منها الرمادي وديالة وموصل، كل هاي المحافظات اللي هم بحجة داعش، واللي يقولون دخل داعش في هاي المناطق، واللي هو هناك من قبل أبو عمر إذا تسمح لي، هناك قبل ظهور داعش عندك اللي تم اعتقالهم قبل عقد جامعة العربية في بغداد عام 2012، قالوا لهم يابا بس عندنا تحقيق ونرجعهم، مئات آلاف لغاية الآن معتقلين، دول شنو مصيرهم؟ أستاذ عمر، إحنا نعرف أنه إيران أطت الأمر لمن يحكم في العراق، منهم المالكي والجعفري وكل هاي رئيسات الوزراء اللي حكموا العراقي من 2003 ولحد الآن، هذول يخضعون تحت أوامر إيران هم سببها تدمير العراق والشعب العراقي. يعني نعرف أنه الناس عندنا كثير أبرياء من 2012 أو 2010 لحد الآن معتقلين، ولحد الآن لم يكون يعني القضاء العراقي إلى موقف هذا الجانب. يعني المفروض القضاء العراقي والحكومة محمد الشياع السودي يعني وحكومة الكاظمي، كل الحكومات اللي جاي تحكم العراق ما صدرت قرار عفو، ما صدرت قرار، لأنه سبب هذول المعتقلين بالسجون أكثر من 10 سنين و12 سنة أنه لم تثبت لهم تهم كيدية ولم تثبت لهم تهم الإرهاب. بس لا. ناس مجرد عراقيين انه هم يحبون وطنهم، انه هم يعني من ابناء السنه، خلينا نقولها بصوره يعني واضحه، انه هذا السبب الحقد الطائفي اللي خلته ايران وعلى راسه المالكي، اللي تدمير هذا الشعب واعتقال شبابنا وناسنا من اجل اضعاف الشعب العراقي. وايضا ليش احنا عندنا نازحين اكثر من 10 سنين اللي هم سببهم تدمير هذا البلد، نزوحهم من المناطق وتشريدهم. يعني نبدأ دول ناس نقول أبرياء، ليش بيواصلوا لهم العون؟ ليش بيرجعون مناطق سكناهم؟ هذا يعتبر تهديد ويعتبر خوف ويعتبر استفزاز للشعب العراقي أستاذ عمر. وكنا نعرف هاي الزمرة اللي حكمت العراق هي تدمير الشعب العراقي، وليس انه حب يعني نقدر نقول يعني اجت من جانبه، هم جاءوا من اجل تدمير هذا الشعب. ناخذ رايك حول يعني ارتفاع معدل مرض الفشل الكلوي، يعني هناك ارقام، هناك من الناشطين من يتحدث عن ارتفاع هذا المرض خاصه في المحافظات الجنوبيه بسبب تلوث المياه. أين وزارة الصحة برأيك؟ أين الجهات المسؤولة عن تقليل الضرر عن العراقيين في هذا المرض وفي غيره من الأمراض؟
استاذ احنا نعرف وزاره الصحه او كل هاي كل من يحكم في السلطه انهم تابعين للاحزاب والميليشيات والقاده، فما عندهم انه روح يعني وطنيه وحب يعني للانسانيه من يروحون للمعتقلات والسجون اللي حاكميهم اللي اكثر قلت لك من 10 و12 13 سنه، ما يروحون لهم وما يقدمون لهم معول، ما يودوا لهم دكاتره ولا انه الماء النظيف يقدمون، كل ما هنالك انه يستفزون هاي العالم بزياراتهم وياخذون من عندهم يعني هتوات وياخذون من عندهم رشاوي ويقدون يعني هذا الباكيت الجقاير او الماء البط الماء يعني احيانا يوصل بالصيف عندهم الى 5000 دينار، يعني ناس يعني ما عندها امكانيه تدفع، ويعني ناس عندنا كثير يعني من ما عندهم تثبت ادلتهم وتثبت براهم، لكن يطالبون هذا من ابناء من شعبنا يردون يعني اكثر اموال دفاتر ومن على مود يتم افراجهم. شكرا ابو عمر من بغداد كان معنا. معنا ابو سميه من الانبار، ارحب بك، تفضل ابو سميه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي الكريم، نحن امام حكومه أصبحت تتكلم وتتعامل بكل وقاحة وعهر مع هذا الشعب المظلوم. من جانب ترى هذه الحكومة تتفتر على صفقات الفساد التي تبيع البلد والتي تداجر بدماء الأبرياء، فتسمع عن سرقة القرن وكيف أنهم قد تغاضوا عنها وكيف تم هدر الملايين من الدولارات، وتسمع من تصريح وزير او مسؤول من الحكومه الحاليه او السابقه بفقدان كذا مليار دولار بتصديرها الى ايران، ومن جانب اخر ترى الابرياء والمرضى يعانون من الفشل الكلوي واموالهم تهرب الى الخارج وهم يعانون الامرين في هذه الحكومه. اخاطب بعض الساسه الذين ينادون بمحاربه الفساد، هؤلاء الذين ينادون بمحاربه الفساد وهم بؤرة للفساد، أقول لهم حالكم كحال الخمار الذي يقف ويدعو الناس إلى تقوى الله، لقد فقدتم الإنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معناه، وشكرا للبرنامج. شكرا أبو سمية من الأنبار كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. يعاني العراق الغني بالنفط تهالكا في بنيته التحتية وطرقه جراء الفشل الحكومي وانتشار الفساد، ويفتقر العراق إلى شبكات طرق وجسور حديثة نتيجة الفساد والإهمال. فمنذ 2003 لم تطور الحكومات المتعاقبة شبكة الطرق الحالية، ولم تقم بصيانتها بشكل صحيح لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات والسكان. ويؤكد خبراء اقتصاديون أنه بعد 20 عاما من الفشل في بناء بنية تحتية للطرق في العراق أو إنجاز أي مشروع حقيقي، فإن وعود حكومة السودان لا سيما تلك التي أطلقتها في مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة للعراق للإعلان عن طريق وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، وأطلق عليه اسم طريق التنمية، لا يعول عليه لأنها جزء من منظومة الفساد كما يقول المختصون. في محافظة ديالى أظهر مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق مثالا على واقع الطرق والجسور المتهالكة في العراق، وبينت الصور جسرا حديديا يستخدم لانتقال المارة والدراجات الهوائية والنارية دون أن تتوفر فيه أدنى شروط السلامة، في مشهد قال عنه عراقيون بأنه يبين مأساوية واقع البنى التحتية في العراق. فلنتابع. أكبر فهاي الدراجات مشكلة، شوف هاي أغلب العالم بايسكلات، والله العظيم يعني هسه العالم، وهي المشكلة انه بشنو المشكلة، يعني هي اغلب اهل برغة عملهم بالتحرير زين، هي الدراجة هسه شو الضرب فينا خلينا تفضل بعض هذا الشباب او شو نسوان تعبوا تشدد ملابس غيرهم ما يصير هيك يعني. ومن محافظة ديالى إلى محافظة البصرة والتي تعاني طرقها وجسورها من تهالك، وهي الأخرى تعاني من الإهمال ومن دوامة الفساد التي عصفت بسكان المدينة. في قضاء شط العرب جدد ناشط من هناك مناشدته للسلطات الحكومية بصيانة جسر سعد المتهالك قبل أن تحدث الكارثة الكبيرة كما قال. استغرب الناشط من اكتفاء الجهات المختصة في محافظة البصرة بطلاء الجسر باللون الأخضر بدلا من صيانته كليا في حل ترقيعي أثار سخرية العراقيين. فلنتابع. أخوان قبل فترة صورت مقطع على جسر سعد، طبعا الزريجي ما أرد أقول ما بيها خدمات، الصورة هي تتكلم، شوفوا الجسر، من تكلمنا على الجسر صلوات على محمد صبغه أخضر، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني بشرفكم نقول الجسر مرقع والجسر مفلش تصبغونه أخضر، يعني بشرفكم شنو سويتوا شنو اللي سوينا؟ احنا نريد جسر، هذا جسر ممر للشركات النفطية العالمية بالمليارات، الله أكبر بالمليارات، هسه على الشركات النفطية ما نريدها على الدولة العراقية بالمليارات، تفوت عليها منها يربط القرم الهارثة بشط العرب على الزريجي على مجنون وعلى الرقعة التاسعة النفطية، يعني جسر الصبغونة أخضر أدري شنو راح سويتوا مزار للعالم، يعني شنو معناته هذا أخوان؟ هذا استخفاف بعقول الناس، مع كل الأسف احنا هل شط العرب شنو مثلا مضحكة خلي يقولون، يعني جسر طايح غرق جاي يغرق الجسر بالعالم، مليون مرة صورنا مقطع، نريد مسؤول يطلع يحكي، نريد واحد يمثل الناس، إلى متى ساكتين انتم يا عالم يا أخواني؟ نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. زين العابدين نوري يقول شط العرب كله مهمل ومتروك وجسور وشوارع مهترئة وبائسة وإلى الله المشتكى. علاء كريم بدر يقول لعنة الله على الأحزاب الحاكمة الفاسدة والبرلمان الفاشل أساس دمار البصر المظلومة. علي النجار يقول قضاء شط العرب يفتقد إلى أبسط الحقوق. عاطف القطراني يقول كارثة بعد كارثة في قضاء شط العرب بسبب قائم مقام فاسد كما يقول عاطف. معنا اتصال أبو زينب من النجف، أرحب بك معنا أبو زينب تفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. يعني هاي الأمور يعني والله عيب، شغلات صار لها 20 سنة، 20 سنة آخرها هاي إحنا مال الفشل الكلوي والأمراض الكذا وغيرها والأمراض المستوطنة والجوع والفقر. يعني إحنا بلد ثاني أو ثالث أغنى دولة بالعالم، يعني عندنا فوق 30-40% تحت خط الفقر، بعد السودان والصومال شو يقولون عنهم، الهند بشرفك. بلد نهرين بيه عظيمين ما بيه قطرة مي، وذول الموجودين في سدة الحكم بالأحزاب العملاء لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل وتركيا وإيران والسعودية وغيرها، ما يجرؤون يقولون إيران سادة علينا المي. هذول اللي يدعون الإسلام والشيعة والتشيع، واللي هم يسموهم الشعب الإيراني الشقيق، لعنة الله عليهم على هيك شقة. أقوى واحد يقطع مي على دولة مجاورة قانونا عرفا أخلاقا دينا، ممنوع تقطع المي الدول المتشاطئة، وكذلك اسمها في تركيا. زين، وفوقها متملقين لهم ويحاربون الناس برزقهم، آخرها القرار مال البارحة مال رجم بحيرات الأسماك. يعني حتى الأسماك غصبا عليك تروح تستورد من إيران وتركيا. ليش؟ شو ينتظر الشعب؟ ليش ما يطلع كله يثور والسلح وأجر ذولا هم ما بهم 100-200 واحد؟ أبو زينب، مو ضعف الحكومة بالعراق فتح المجال لهذه الدول بموضوع المياه، عدم إعطاء حصة العراق الفعلية أو تقاسم الضرر؟ هو مو ضعف الحكومة، هم الحكومة أصلا صنيعة ذولاك المستعمرين، بس ضعف الشعب وجبنا. لو بالتوافي أطلعهم، بس شعب ما يحب الحياة عمي، شعب ميت، شعب قتلوه موتوه انتهى. يعني احنا ايش ننتظر بعد 20 سنة؟ بعد راح يقول لك حتى مياه الآبار راح تنتهي، يعني حتى مي الشرب ماكو. يعني هذا الكم الهائل من الغضب والحقد على الشعب العراقي من قبل دول الجوار ما صايره بتاريخ العالم كله. وين امريكا؟ وين الامم المتحده؟ ليش ما طالبهم بفتح استحقاقات العراق المائية اللي هي سبب كل المشاكل؟ وليش دائما قبيل وقت الحصاد تبدأ المزارع والحقول تحترق حتى يستورد من دول السفلة ولا بالسفلة، ويقوم دول السفلة والمجرم القتل عندنا في سدة الحكم، ويوميا واحد طالع لي صاير لي نبي وطلع لي تبريرات، هو عز مليارات الشعب قام يقدي. يعني عاد بلد نفطي يقدي ويقدون ويقول لك يجب أن نحارب ظاهرة الاستجداء. لك انتو خليت الشعب يقدي، انتو أفقرت الشعب، هم جولوا لكومة إجواع وما شايفين، وصارت بيضم مليارات الدولارات بعد تخبروا وعملاء وجواسيس لعنة الله عليهم على الشعب العراقي الجبالي اللي يطلع ويثور عليهم بدون تعميم. أنا أبو زينب من النجف كان معنا. نذهب إلى موضوع آخر، حيث تتزايد عمليات تجريف البساتين والمناطق الخضراء في مختلف المحافظات العراقية لأسباب تخضع لمعايير متفاوتة بين منطقة وأخرى، ويتعلق بعضها بشبكات تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية من أجل بيعها عبر مشاريع عمرانية، وأخرى إلى عسكرية قد تتدخل فيها أيضا فصائل وميليشيات مسلحة وأحزاب، كما أخرج التصحر والجفاف فعليا الكثير من هذه المساحات التي كانت توصف بأنها مناطق خضراء. ففي ناحية النشوة في محافظة البصرة، احتج مزارعون من الناحية على قرار تجريف أراضيهم الزراعية وتحويلها إلى سكنية، وطالبوا رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني بالتدخل الفوري لإنصافهم. دعونا نشاهد جانبا من هذه الوقفة
في البصرة. توصل صوتي لدولة رئيس الوزراء السيد وزير الزراعة، السيد وزير البلديات، السيد محافظ البصرة، أن ينهون موضوع التصميم الأساسي المقترح على ناحية النشوة. يعني وين راح مسافة كبيرة، يعني أكبر من مركز المدينة 65,000 دونة، يعني راح ينهون على الزراعة، يعني بعد ماكو زراعة، يعني وين نتجه؟ احنا عيشتنا بال 3000 عائلة، يمكن تقدر تجون تسوي لكم يوم لقاء وتفترون مناطق النشوة عامة، وأغلبية الناس تزرعها بساتين، يزرعون سدر، النبق هو الموجود بيها، يعني جميع أغلبية الشغلات الزراعية جاي يزرعونها بالنشوة، من الخضرة، من الحنطة والشعير، من الطرح والبطيخ، يعني هواي شغلات جاي تنزرع، نكون الدولة مشجعتنا بهذا المجال، مو الدولة تاخذ أراضينا. وفي وقت شهدت فيه السنوات الأخيرة تجاوزات كثيرة استهدفت الأراضي الزراعية والبساتين ومساحات العقود الزراعية، فضلا عن الاعتداء عليها وتقسيمها وتحويلها إلى أراض سكنية ومشاريع صناعية. تؤكد مصادر مطلعة بأن جهات نافذة جرفت مساحات كبيرة من البساتين في مختلف المحافظات لغرض استغلالها عقاريا وتجاريا، بعيدا عن كونها مخصصة للمشاريع الزراعية. ففي محافظة النجف وتحديدا في ناحية العباسية في قضاء الكوفة، أكد فلاحون ممن يسكنون مقاطعة المويهي وبالتحديد في القطعة 1/2 التابعة للإصلاح الزراعي وفقا للعقود الرسمية، قيام عدد من المساحين من ضعاف النفوس، كما قالوا في مديرية زراعة محافظة النجف، ببيع القطعة التي تبلغ مساحتها 1800 دونم إلى أحد الأشخاص مستغلين بعض الثغرات القانونية حول جنس الأرض. مزيد من التفاصيل في شهادتهم في المقطع التالي، دعونا نتابع. توصل صوتي الدولة رئيس الوزراء السيد وزير الزراعة. العام الماضي جانا المنفذ لابسه مسدس، جايب قوات سوات وياه وجايب وياه لوريات، يقول انا بدي احصد ولا اشيل. احنا نريد نقدم منظوميتنا محافظ النجف وللنواب مال النجف والرئيس الوزراء. احنا هاي الارض اللي ساكنين بها عايده الى وزاره الماليه. القرارات اللي جبناها عطتناها زراعة النجف وزراعة بغداد، هيئة الأراضي العامة، ومصدقة وكاملة وتنفيذ ماكو. راجعنا ما خلينا باب ما طرقنا، باكر وأسبوع وشهر، وبالأخير طبوا وسووها حقوق تصرفية، وهي حسب القرارات ما بيها حقوق تصرفية إلا شيء بسيط يجوز 200 دونم 300 دونم، وهاي الأرض هسه هي 1600 دونم. ينفذون القرارات على قطعة مستالية بسنة 1971، والقرارات صادرات بال77، يروح ينفذها سويها طابقين. احنا نريد النواب مال النجف، نريد محافظ النجف، نريد رئيس الوزراء يقف ويانا ويحل لنا هاي القضية، لأن هاي مظلومية كبيرة، أكثر من 300 عائلة، وقاعد يصيبنا ضرر حتى من وزارة العدل. التنفيذ قاعد يحجزنا ويشيل واردنا، ما يعطينا لا حصتنا لا مال الكراب ولا مال الفلاحة ولا مال عملنا، يشيله كله يشيله للدهن على أساس. دعونا نتابع آراء الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية. أبو حسين يقول عصابات، مافيات، حرامية، نهبة البلد، ويضيف حسبنا الله ونعم الوكيل. أم محمد تقول أغلب الأراضي مسيطر عليها من قبل الفصائل، ويقسمون ويبيعون بها تجاوز على ممتلكات الدولة. عدنان الباشا يقول أحسنتم، لا تخلون أراضيكم تصير دور سكنية. يقول بارك الله فيكم. شمخي أبو علي يقول الميليشيات باعت مصفى بيجي وهسه رجعوا على الأراضي، والله لو لقوا قانون شكوا ميليشيا طرد. معنا اتصال أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، من المفترض على الجهات المختصة أن تدعم المزارع وأن توسع الأراضي الزراعية بسبب تراجع الزراعة في العراق وبسبب أزمة المياه، لكن الواقع غير ذلك، تحويل أراضي زراعية إلى أراضي سكنية. تفضل. السلام عليكم سادة العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله
استاذ العزيز هاي يا دولة تدعم مزارع. كان من المفترض من المفترض الجهات المختصة تدعم المزارع، لماذا يحصل العكس؟ يحصل لأن هم مو جهات مختصة، هم جهات مختصة بالبوق والسلب والنهب. أنت من تجي تقيس تجي تقول فلان دكتور بإيش؟ مين جاب شهادته؟ فلان مهندس هو ما يعرف متر من السانتين. الشهادة ما تشتراها مشترى بفلوس أستاذ عزيز. يعني هم أنت من يحاربون الفلاح العراقي. قبل فترة طلع محمد شاع السوداني يريد والله يجهز الفلاح بأجهزة تقنية حديثة. يعني وينها؟ هي بس وعود وكذب. يعني هذا المنتج ما هذا المنتج العجيب هسه من برا العراق. يعني انت ليش تحارب الفلاح العراقي والمنتج الاستيرادي طب عادي بكل رحابه صدر طب. يعني مو هاي اذا ما يطب برا تزعل عليه ايران. لا. تزعل عليه ايران تحاسب ايران تقول انت مو متفق ويانا كذا 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 كذا. هو جاهز بامر العراق يا اخي. يعني هسه بحيرات هنا عندك بحيرات البارحه برنامجكم الحلو طلعت بحيرات فلشوها ماكو كسروها ماكو والله هاي والله تقلل المي زين خوش حكي تقلل المي زين المي انت جاك قبل 2016 من فاضى المي وظل دجله اربع اشهر فايض محيل زين هذا المي مالك وين راح؟ سويت سد خزنت انت سد مكحول وعزلت الشركه ما سد مكحول زين سد مكحول انت ما سويته غير سد ما سويته زين انت شلون تحافظ على المي؟ زين انت تزيد حاسب الفلاح؟ اذا انت مرجله وهيش مرجله تقول سلطه وقانون حاسب امريكا سدت تركيا العفو سدت عليك المي حاسب ايران سدت عليك المي تقدر؟ لا ما يقدر يقدر بس على الشعب الفقير يجي على الطبقه الفقيره ماكو الفلاح المنكوت ومع احتراماتي للفلاح ومنعون والد والديه لان انا فلاح يجي يدوس علي يجي يقول لك والله هاي دوله تابع هاي تابعه للدوله يا دوله تابعه للدوله يعني من يطلع لك سند من زمن استن الله ينعل هذا الانجليزي من زمن أستن عنده طاب ويقول لك لا ما ياكل شنو اللي ياكل الاوراق مالاتهم مثلا كذب واكو كثير ناس قامت تدرس القانون ويطب القانون بس يلقى ثغرات ماكو يطبيها ماكو يحاجج اي مدير ان كان هذول المدير ماكو هذول المدارات سابات يجي حاجة للمدير ماكو بحجه قانونيه بثغره قانونيه ويطبها طب عليه وياخذها ويطلع اهلها من عنده ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الفقير إلى الله الفقير إلى الله. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي بكم من جديد وإلى الهاشتاج. بعد إجراء جولة ثانية للتنافس على كرسي الرئاسة التركي حقق الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب العدالة والتنمية فوزا بنسبة 52.18
بالمئة، بينما حصل منافسه زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلقدار أوغلو على 47.82% من نسبة أصوات الناخبين. فوز رجب طيب أردوغان لخمس سنوات رئاسية ثانية تعتبر الأخيرة بحسب الدستور التركي الذي انتقل من برلماني إلى رئاسي عام 2017 بحسب الاستفتاء، والذي بموجبه يمنح ولايتين رئاسيتين فقط للمرشح. وبعد إعلان فوز أردوغان غرد الكثير من العرب على وسم الانتخابات التركية ومن 2023، ومنهم من غرد كالأكاديمي الدكتور لقاء مكي، قال لن تمر سنوات أردوغان الخمس المقبلة حتى يحدث أثرا عميقا في المنطقة والعالم وتركيا في مستهل مئويتها الثانية ستبدأ مشوار ما توقعه جورج فريدمان من أن تكون أحد ثلاث دول عظمى عام 2040. اليمامة العربية دكتورة وصال الدليمي قالت متى نفرح بفوز رئيس عراقي وطني مثلما فرح الأتراك بفوز رئيسهم. الصحفي العراقي إياد الدليمي قال منذ بداية العام الحالي بدأت وسائل الإعلام الغربية تسليط الضوء على الانتخابات التركية 2023 تغطية كانت فجة ولا تتسق مع أدنى معايير المهنية. ربما تحتاج هذه التغطية المدفوعة بأجندات عدة وقفة مصداقية الإعلام، يقول مصداقية الإعلام الغربي التي كثيرا ما كانت مضربا للمثل تهاوت وتحولت إلى رغائبية. أما فرح الزمان شوقي مراسلة قناة الجزيرة تقول خلال تصويرنا للاحتفال بفوز أردوغان مر بجانبنا شخص يحتفل مع بقية الأتراك وصرخ بالتركية أنا سوري ولن أغادر الآن. تخيلوا حجم الطمأنينة لدى هؤلاء الذين فروا من الموت مجبرين، تخيلوا ما تفعله بهم الشعارات السياسية من كل صوب الانتخابات التركية 2023. أثار إعلان وزير الصناعة والمعادن الحالي خالد بتال عدم تلبية الإنتاج المحلي للدواء سوى 15% من حاجة العراق جملة من التساؤلات حول واقع هذه الصناعة المهمة في ظل تراجع الصناعة في العراق بشكل عام والإهمال الحكومي. وجاءت تصريحات الوزير بعد أشهر على تصريحات مماثلة لنقيب الصيادلة مصطفى الهيتي حول توقف نصف معامل إنتاج الدواء في العراق عن العمل وتبعات ذلك على مستقبل الصناعة الدوائية الوطنية بعد أن ساهمت في الاكتفاء الذاتي وخففت من الأعباء الاقتصادية على المواطن العراقي في حقبة الحصار في التسعينيات، ومع تسجيل أسعار الدواء قفزات كبيرة بسبب تأثير ارتفاع أسعار صرف الدولار وتراجع الإنتاج المحلي للصناعة الدوائية سجلت العديد من حالات الوفاة داخل مستشفيات بغداد والمحافظات الأخرى بسبب عجز المرضى عن شراء الدواء من السوق السوداء بسبب ارتفاع سعره. مزيد من التفاصيل في سياق الانفوجرافيك التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية فلنتابع.
وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.